مرحبا أحبابي، اليوم بدعمل أنا وياكم حلو كتير كتير سهل وبسيطة ورائعة، بتتحضر بوقت كتير صغير، عن جد كتير لذيذة. حلال جالاكسي روعة وكتير فخمة، حلو كتير كتير فخمة وطيبة ولذيذة، تتحضر بوقت كتير كتير بسيط. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي عنا كوبين حليب، استعملت كوب المقص، بحط فوق جالاكسي ملعقة، اثنين، ثلاثة، حطينا ثلاث معالق طعم جالاكسي، وبحط ملعقة ونص طعم نشا، ملعقة ونص، بخلطهم شوي على البارد، برجع بحطهم على الغاز وبحركهم تحريك مستمر ليشتد عنا الخليط. هلا بحطهم على الغاز، بس اشتد الخليط وصار بهيدا القوام بهيدي السماكة هلا بطفي الغاز. منحط الخليط اللي عملته أنا وياكم بالصينية. بسم الله. كمان بحطهم على جنب ليبردوا بحرارة الغرفة وبرجع بحطهم بالبراد أقل شي نص ساعة. بعد ما عملت الشوكولا أنا وياكم هلا بدي أعمل الكريمة. بدنا نعمل الكريمة مع بعض. عندي زرف كريمة و 150 ملي حليب، بدي اخفقهم مع بعض. كمان راح احط فوق الكريمة ملعقة طعم جالاكسي، بتعطي نكهة كتير طيبة. انتهينا من خفق الكريمة، صارت بهيدا الشكل. بعد ما خفقت الكريمة والشوكولا صارت بحرارة الغرفة هلأ بحطهم بالبراد. هيدا الحلو بعد ما حطيتها بالبراد نص ساعة هي والكريمة، هلأ بدي احط الكريمة على الوجه. كمان هلا بدي رش عليها جالاكسي. كمان بحط على الوجه شوكليت تشيبس، بحط سبرينكلز. هيدا الشكل، عن جد شكل كتير كتير فخامي والطعمي أروع، كتير طيبة. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.